السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخواني وأحبابي. هذا لقاء جديد في الحديث عن كتاب The God Illusion، وهم الإله، لإمام ونبي ملاحدة العصر ريتشارد دوكنز. حديثنا اليوم سوف يكون عن قضية الأديان والحروب وسفك دماء الأبرياء. حديث مهم جدا لأنه مركزي في هذا الكتاب، لأنه مركزي في خطاب تيار الإلحاد الجديد. لابد أن نتخلص من الأديان لأنها سبب الحروب. لا سلام إلا بالقضاء على الأديان. عندما يتحول كل الناس إلى الإلحاد سوف تنتهي مشاكل البشرية، أو تكاد تنتهي، ويعم السلام وتتصافى القلوب، لأن الحرب شر بصورة مطلقة. هذا الأمر يحتاج إلى بيان حتى نكتشف حقيقة الأمر، فإن دعوة أن الدين مطلقة مصدر الخراب والفوضى وسفك دماء الأبرياء دعوة واسعة لم نجد لها أسانيد قوية، كما أنها لابد أن تقلب على الإلحاد، وليس للإلحاد أن يتهم الدين من ناحية مبدئية بأنه يمارس الإجرام للأسباب التالية. الاعتراض الأول والمبدئي على دعوى أن الأديان تمارس الإجرام بدعوته إلى الحروب، الاعتراض المبدئي هو قولنا للملاحدة: لماذا تعتبرون الحروب شيئا قبيحا؟ لماذا يعتبر سفك الدماء أمرا مستنكرا؟ لماذا يعتبر اغتصاب النساء أمرا مستقبحا؟ داخل منظومتكم العقدية، داخل تصوركم الكوني، لا يوجد شيء اسمه خير ولا شر ولا حق ولا باطل. كيف تقول هذا عن الإلحاد؟ كأني أسمع معترضا يقول هذا الكلام. أقول لا، هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام ريتشارد دوكنز في كتابه River Out of Eden، هذا كلامه هو وليس كلامي. هو الذي يقول كما ترون على الشاشة الآن، هو الذي يقول إن عالمنا هذا هو العالم الذي يتصور لو كان الكون بلا إله، عالم بلا خير بلا شر، فقط نحن نرقص مع الحمض الصبغي فقط. ففي الكون الإلحادي لا يوجد شيء اسمه خير ولا شر، لا توجد أخلاق موضوعية، لا توجد قيم موضوعية، كما يقول سارتر ودوستويفسكي وغيرهم ومايكل روس. في غياب الإله لا توجد أخلاق موضوعية، توجد مواطئات اجتماعية. نحن قد نتفق اليوم على مذهب في مسألة ما، وغدا نغير مذهبنا فيه. أنا لا ألزمك وأنت لا تلزمني بمذهبك الأخلاقي. الأخلاق شخصانية ذاتية subjective. عندما تكون الأخلاق ذوقية كما في المذهب الإلحادي، لأن الكون في المذهب الإلحادي مادة طاقة حركة فقط، مادة وطاقة وحركة عابثة. في هذا الوجود، في هذا الصندوق المغلق على الكون، لا توجد أخلاق موضوعية، لا توجد قيم ثابتة، وإنما هي أذواق الناس. إذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك ضرورة باعتراف ريتشارد دوكنز الذي يقول أيضا إنه لا يمكن تأسيس مفهوم منظومة أخلاقية موضوعية دون دين، باعترافه إذا كان الأمر كذلك فلا معنى لأن تدين الحرب، لا معنى لأن تدين الحرب، لا معنى لذلك. أضف إلى ذلك أنه عليك كملحد أن تقول إن الحرب هي الأمر الطبيعي الذي يحقق البقاء. لماذا؟ لأن الملحد يقول، يؤمن ضرورة بالمذهب الدارويني العشوائي الذي يقول إن الكائنات التي بقيت حية حققت بقائها الحيوانات بانتهاش خصومها، ولولا منطق الانتهاش نجاح الكائن في ممارسة الانتهاش لما بقي، لولا أن الأسد ينتهش غيره وأن النسور تنتهش غيرها لما حقق لها البقاء. فنحن ككائنات حيوانية نعيش ضمن هذه الدائرة، نمارس حياتنا الطبيعية في انتهاش غيرنا لتحقيق البقاء ضمن المنطق الدارويني. فنحن لا نختلف عن بقية الحيوانات في المنطق الدارويني بشيء، لا نملك روح، ودماغنا تطور عن طريق أخطاء نسخية في الـ DNA، ولولا هذه الأخطاء النسخية لما تطورنا.
فنحن لا نختلف في شيء عن القرود والسباع والضباع. إذا كان الأمر كذلك فنحن بممارستنا للحروب الظالمة في المنظور الديني، هذه الحروب حروب لها ما يفسرها داخل المنطق الدارويني. أيضا الأمر الثالث، في المنطق الدارويني نحن لا نملك حرية إرادة. باعتراف داكنز وباعتراف سام هاريس في كتابه فري ويل الذي تحدث عن وهم حرية الإرادة، وباعتراف دانيال دانت وغيرهم، نحن لا نملك إرادة حرة، نحن فقط روبوتات نتحرك بفعل هذه النبضات الكهربائية والتفاعلات الكيميائية في دماغنا. نحن لا نملك عقل منفصل عن دماغ، عقلنا هذا يفكر بسبب التفاعل المادي الأعمى، وبسبب التفاعل المادي الأعمى فلا يمكن أن تأتي الإنسان لتلومه. سام هاريس في كتابه عن حرية كتيبه عن حرية الإرادة دافع بحرارة عن المجرمين، قال لا تلومه، في الحقيقة هو فعله أثر عن يعني إفرازات وأمور قهرية في حياته تلزمه ضرورة أن يفعل ذلك. فإذا كان الأمر كذلك وكنا داخل المنظومة المادية الإلحادية مجرد روبوتات، فلا يلومن أحد أحدا أنه قتل أخاه أو عمه أو انتهش غيره أو سلب غيره، أو لا تلوم هتلر ولا تلوم موسوليني ولا غيرهما. لماذا؟ لأنهم مجرد روبوتات داخل المنظومة الإلحادية المادية. إذا علمنا هذا الأمر، نظرنا إلى الأمر من خلال المنظور الإلحادي المادي، انتفت الشبهة رأسا. الأمر الثاني، الأمر الذي يزعجني عندما أسمع هذه الاعتراضات من ريشارد داكنز وسام هاريس وغيرهما، هو أن هؤلاء يتحدثون بصورة وردية عن منع الحروب فقط للرد على المؤمنين بالله، لكنك لن تجدهم في الصف الأول في الدفاع عن المسلمين الذين تنتهك كرامتهم وحقوقهم المالية والجسدية وأعراضهم وبلادهم في الدول الاستعمارية، من الدول الاستعمارية الغربية. أين كلام داكنز عن إجرام بريطانيا السابق والآن؟ أين كلامه عن الدماء التي سالت بالملايين في الهند وغيرها تحت الاحتلال البريطاني؟ لم نسمع شيئا لريشارد داكنز، لأن ريشارد داكنز لا يتحدث من قلب رحيم، وإنما يتحدث بعقل المؤدلج الذي يريد أن ينتصر في حرب الحوار والجدال. إلى الآن لا تزال الدماء تسفك ولا يزال هؤلاء في صمت مطبق. بل الأشنع من ذلك أن سام هاريس في أحد كتبه يقول يجوز لأمريكا أن تقتل المسلمين بالقنبلة النووية إذا خشيت على نفسها من خطر المسلمين. ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة بمعنى يجوز لأمريكا أن تقتل المذنبين برأيها والأبرياء إذا خشيت على الإنسان الأمريكي. لم يدعو إلى تحقيق العدل وإنصاف المظلوم، لم يدعو إلى الخروج من هذا الاحتراب العالمي، لم يدعو إلى ذلك، وإنما دعا إلى حياة الرجل الأبيض حتى ولو كان ذلك على حساب من يراهم هو نفسه أبرياء. هذا هو المنطق الذي يتحدث منه هؤلاء المؤدلجين الذين يصورون أنفسهم في صورة الإنسانيين وهم في الحقيقة داخل حتى المنظومة الإلحادية ماديين، وخارج المنظومة الإلحادية بالمنظور الإيماني مجرد طبقة من المنافقين. من الأسئلة التي تطرح الآن، هل الحرب مذمومة بإطلاق؟ عند التحقيق لن تجد دولة أو منظومة، عند التحقيق وليس عند الشعارات، عند التحقيق لن تجد دولة لا ترى الحرب. الخلاف الحقيقي هو يجب أن يكون بين الحرب الظالمة والحرب العادلة. هذه القضية، حدثني عن الحرب الظالمة سنتحدث في ذلك. أما أن تقول لي الحرب بإطلاق مذمومة والدين يدعو إلى الحرب فالدين ظالم، هذا كلام فارغ. الحرب التي تنتصف للمظلوم وتقيم الحق هي حرب عادلة. الحرب التي تقتل الأبرياء وتسفك دماءهم وتنتهب أموالهم بغرض الانتهاش والنهب هي حرب ظالمة. فالأمر يحتاج إلى هدوء في النظر. في الصفحة 261 من الترجمة العربية يقول ريشارد داكنز إن الدين قوة تفرقة. طبعا يمهد لذلك ليقول إن بسبب أنه قوة تفرقة فهو مصدر للحروب والهلاك وإهلاك الحرث والنسل. ونحن نقول له الدين مصدر التفرقة، هذه حقيقة، والإلحاد مصدر التفرقة، هذه حقيقة،
كل رؤية كونية أو دينية أو فلسفية تزعم أنها تصيب الحقيقة فهي قوة للتفرقة، لأنها تميز الناس بين طبقة تدرك العالم كما هو لأنها تصورها للعالم يطابق حقيقة العالم، وطبقة أخرى من الناس لا تفقه حقيقة العالم. حتى جماعة النسبويين relativists، هؤلاء جماعة الريلاتيفيزم هم أنفسهم واقعون في نفس الأمر، لأنهم عندما يقولون لا سبيل لإدراك الحقيقة هم يدعون وجود حقيقة تقول بعدم وجود الحقيقة، فهم يقولون الناس على فسطاطين، فسطاط يعلم أنه لا حقيقة، فسطاط يظن أنه بإمكانه أن يدرك الحقيقة، فحتى من ينكر وجود الحقيقة يدعي حقيقة تقول بعدم وجود الحقيقة وعدم إمكان إدراك الحقيقة. كل دعوة تزعم أنه بإمكانها أن تصيب الحقيقة، وهذه دعوة كل التيارات الفلسفية، كل التيارات الدينية والإلحادية، كل هذه الدعاوى تنتهي في آخر الأمر إلى أنها دعاوى للتفرقة بين أهل الحق وأهل الباطل. بعد ذلك، هل أن الدين قوة للتفرقة هو عنصر أساسي مباشر للقول أن الدين يساهم بذلك في سفك الدماء؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. قد تسفك الدماء لأنك ترى أنك تملك الحق ولا يجوز لغيرك أن يعيش، أو لا يجوز لغيرك أن يكون له مذهب مخالف، وقد تملك الحق كما في الإسلام ويعيش في دولة الإسلام اليهود والنصارى منذ زمن بعيد. دولة المسلمون عاشوا قرونا في أندلس، لما خرجوا وطردوا وقتلوا لم يبقى منهم مسلم واحد يستمر نسله إلى اليوم، في حين نصارى مصر منذ فتح الصحابة لمصر ونجد كل الأسر المصرية الحالية أجدادهم من أو عمتهم أجدادهم من المصريين الذين عاشوا في الزمن القديم. طبعا مصر فيها يعني ناس جاءت اليونان بعد ذلك وغيره ذلك، لكن عامة المصريين اليوم من النصارى أجدادهم عاشوا الفتح الإسلامي، ولم تمنعهم دولة المسلمين من أن يعني يمارسوا شعائرهم ويتوارثوا دينهم. فالأمر في الحقيقة كما قلت يحتاج إلى هدوء في النظر لمعرفة معنى التفرقة ومآلات التفرقة عندما نقول ونتهم الدين أنه مصدر للتفرقة. الآن دعونا نأتي إلى الأمر الأهم، وهو هل حقيقة الدين هو المصدر الأكبر للحروب سواء ظالمة أو غير ظالمة؟ هل الدين حقيقة هو المصدر الأكبر للحروب؟ هذه القضية تحتاج إلى تحرير، هذه قضية استقرائية، يعني إذا تحدثت فيها لابد أن تأتيني بأرقام، لا تقول لي والله أنا أعتقد كذا وأعتقد، لا يعنيني اعتقادك، ما يعنيني الأرقام. هل جاء ريشارد دوكنز بأرقام يثبت مذهبه؟ لم يأتنا بأي رقم، هي فقط لأننا نتحدث اليوم عن الحروب بسبب ما يقع الآن بين الدول أو بين الجماعات وغير ذلك، فيتصور أن الحروب دائما كانت على هذه الصورة أو كما يصورها الإعلام، والحقيقة غير ذلك. في كتاب صدر سنة 2004 تحت عنوان Encyclopedia of Wars، موسوعة الحروب، لتشارلز فيليبس وآلن أكزيلرود، هذا الكتاب من 3 مجلدات وفيه عد وحصر للحروب منذ سنة 3 قبل الميلاد إلى اليوم، وقد كشف فيه الباحثان أن عدد الحروب تقريبا 1763 حرب، فقط 123 منها فقط ذات سياق ديني، فقط 123 فقط ذات سياق ديني. في كتاب فوكس داي، في كتابه The Irrational Atheist، وهو كتاب في الرد على ريشارد دوكنز وغيره من الملاحدة، تحدث عن عدد القتلى بأيدي الأنظمة الملحدة، 22 نظام ملحد في القرن العشرين، وكان عدد الضحايا 153 مليون ضحية، يعني رقم يتجاوز بكثير جميع الذين قتلوا في الحروب الدينية على مدى التاريخ المعلوم، على مدى التاريخ المعلوم. وهذه صورة للذين قتلوا بسبب الأنظمة الشيوعية أو الإلحادية عامة. في أفغانستان قتل 1,750,000 تحت حكم النظام تحت سطوة النظام السوفيتي.
في ألبانيا 100,000، في أنغولا 125,000، في الصين 76 مليون، في كوبا 73,000، في تشيكوسلوفاكيا 65,000، في إثيوبيا 1,343,000، في اليونان 20,000، في هنغاريا 27,000، وغير ذلك. هذه الأرقام ناطقة بنفسها بحقيقة إجرام الإلحاد. الاتحاد السوفيتي طبعا قتل أرقام ضخمة بالمسلمين في 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 دول الاتحاد السوفيتي سابقا، وهذه الجرائم فعلت بلسان الإلحاد. الآن يأتي ريتشارد داكس فيقول، وهذه النقطة الأساسية النهائية، يأتي لنا ريتشارد داكس فيقول لنا إن الملحد قد يقتل بدافع شخصي، بدافع شخصي، عكس المسلم والنصراني الذي يقتل بدافع ديني. يقول ائتوني بأي دليل على أن الملحد يقتل بسبب الإلحاد. الملحد لا يقتل بسبب الإلحاد، لا يقتل بسبب نص ديني. والحقيقة أن أمر الإلحاد أسوأ من النص الديني المحرف أو النص الديني الفاسد. صاحب النص الديني يقتل لأنه يعتقد أنه بسبب قتل خصمه فإنه يفتك بإنسان فاسد أو إنسان على مذهب باطل أو إنسان مهرطق أو إنسان كافر أو إنسان خارج ملة أو إنسان محارب عنده مساحة ضيقة للقتل أساسا، اللي هي أساسا القتل بسبب الكفر أو بسبب مخالفة الدين أو الخروج على الدين أو العدوان على الدين، عنده جانب تقريبا ضيق. يبقى بعد ذلك جانب إيه؟ جانب مساحة أخرى لكن ليست كبيرة خارج هذا المسوغ الأساسي للحرب الدينية في جميع الأديان، في حين أن الملحد يقتل لسبب آخر، سبب عقدي إلحادي. الملحد الصادق مع إلحاده كما كان السرين وغيره يقتل لأنه لا يجد أدنى حرج من القتل. هذه بهائم تقتل بعضها، الإنسان كائن حيواني بهيمي، يقتل كائن حيواني بهيمي آخر. الإنسان في المنظومة الإلحادية لا يملك كرامة الإنسانية. حقوق الإنسان، المفهوم هذا حقوق الإنسان على الحقيقة في التصور الإلحادي غير موجود. كرامة الإنسان، حرمة الإنسان، عصمة دم الإنسان في المفهوم الإلحادي مفهوم منكر على التحقيق، عند التحقيق مفهوم منكر، إلا إذا أراد الملحد أن يسرق من بعض عقائد المتدينين. إذا استعملت عبارة فرانك تورك في كتابه Stealing from God، إذا أراد أن يسرق من المتدينين يمشي الأمر، لكن داخل المنظومة الإلحادية لا يوجد للإنسان كرامة. فالملحد بإمكانه أن يقتل بدم بارد. عندما تأثر عدد من الملاحدة، مع خلاف في قضية يعني هل نعتبر هتلر نصراني أم لا، عند التحقيق ستكتشف أن هتلر كان يستعمل النصرانية فقط، وإنما هو كان إنسان لديني. كتابات نيتشه تقدم مسوق إلحادي جيد وواضح جدا عند الملاحدة للقتل. يقول لك أنا أعلي قيمة القوة، لا يجوز لغير القوي أن يحيا. هذه القراءة الأشهر لنيتشه، طبعا هناك قراءات مختلفة جدا لنيتشه. الحياة للأقوى وصاحب البطش الأعظم، لأن الإنسان الأقوى فقط يجب أن يعيش، الحياة يجب أن لا. ولذلك طبعا نيتشه كان ينكر بصورة كبيرة مبادئ الأخلاقية النصرانية التي تدعو إلى الرحمة وغير ذلك، كان يسميها أخلاق القطيع وكان ينكرها بصورة كبيرة جدا، كان يدعو إلى أخلاق القوة والبطش. هذا تصور يقبله منظور المادي الإلحادي داخله ويغذيه، لا فقط يقبله بل يغذيه، لأنه لا معنى للحياة ولا معنى، الحياة ليس لها معنى، الحياة وجدت لغير سبب وستنتهي لغير سبب، والإنسان لا قيمة له ولا معنى، مجرد حيوان يتحرك بدافع الغريزة ويتحرك أو غريزة بين قوسين يعني، لأنه في إشكال في قضية مفهوم الغريزة عند الداروينيين، ويتحرك بدافع الضغط المادي والإفرازات الكيميائية. هذا هو بسبب هذا الدافع، الإنسان لا قيمة له، مثل قطعة سكر كما وصفه أحد الملاحدة، يعني شيء لا قيمة، شيء لا إرادة له. هذا الإنسان الإلحاد يقدم حافز قوي جدا لقتله وفتك به دون حريجة كما يقال، ودون أي شعور بالحياء ودون أي حرج.
فالإلحاد ليس بريئا من الحروب، بل الإلحاد أكبر داعم للحروب، والإلحاد لا أقول حروب بل للسفك ولإبادة الشعوب، لأنه ينزع من الإنسان كل داع لأن يشعر أنه مذنب أو مخالف لنص مقدس أو مخالف لأخلاق تمثل جوهر الإنسان. وأختم بموقف ريتشارد داكنز من العلاقة بين الناس، هو يقدم الدين على أنه أكبر حافز لانتهاك حقوق الغير، وبذهاب الدين سوف تقترب الشعوب من بعضها وتتحاب وتتصافى وتعيش في توائم. لكن ريتشارد داكنز غير ذلك في حقيقته. ريتشارد داكنز يقول مثلا في مرة من المرات في مؤتمر سنة 2012، يقول بالحرف، يقول سنة 2012 في ريزن رالي، يقول عن المؤمنين، يقول للملحدين عن المؤمنين: اسخروا منهم واستهزئوا بهم علانية، إياكم أن تقعوا في فخ العرف الدارج، أننا مؤدبون جدا لنتحدث عن الدين، الدين ليس مرفوعا عن الطاولة ولا هو خارج عن حدود النقد، الدين يقدم تصورات معينة عن الكون تحتاج إلى التثبت منها، ينبغي تحديها والسخرية منها باحتقار. أنت عندما تسخر من المتدينين وتعتبر هذا الأمر فريضة وضرورة وتؤز أتباعك إلى أن يفعلوا ذلك، ألا تقدم بذلك مقدمة أساسية إلى تقديم حروب دينية إلحادية؟ ألست بذلك تدفع إلى امتهان هذا الإنسان المتدين حتى تستفزه فيرد بعنف فترد أنت بعنف وتبدأ الحروب التي لا تنتهي فتسفك فيها الدماء؟ داكنز بعبارته في تأجيج الخلاف وإلى حد استثارة الملاحدة أن يجعلوا المؤمنين بلا غرضا لاستهزائهم، هو بهذا الفعل يجعل الإلحاد مقدمة مرة أخرى أساسية للحروب، لأنه ينتهك في الإنسان المؤمن بالله حقه في أن يعتقد مذهبه في الإسلام أو اليهودية أو النصرانية حتى لو كان باطلا. ولذلك فالإلحاد أبدا لا يستطيع أن يتعايش مع الأديان، الإلحاد إذا حكم لا يمكن أن يتعايش مع الأديان، ولذلك الاتحاد السوفيتي لم يتعايش مع الأديان، كوريا الشمالية لم تتعايش مع الأديان، لا تتعايش مع الأديان، والصين لا تتعايش مع الأديان. المنظومة الإلحادية ترفض بصورة مبدئية اعتبار التدين حقا، وتعتبر أن من واجبها القضاء على هذه الظاهرة، وهذه أعظم مقدمة لأن يكون الإلحاد أعظم وجه من أوجه الدعوة إلى الحروب.